طبعا تفاصيل كتيره. لكن واحنا دلوقتي معانا قراءه طبعا زي ما بنتكلم، وكنا بنتكلم مع الاستاذ محمد العالم من شويه وهو الصحفي المتخصص في الشؤون الامريكيه عن قراءه في الصحف، وكنا بنتكلم دلوقتي وبنشرح استاذ محمد عن مقال الواشنطن بوست ايضا في نفس الجريده عملت حاجه مهمه جدا، وهي زي ما كنت حضرتك بتتكلم نقل الصوره للخارج، عملت معايشه من غزه للسيدات الحوامل في قطاع غزة وإزاي الوضع حرج جدا بالنسبة لهم وخايفين كمان من الولادة في ظل هذا الوضع الكارثي. نعم فعلا هي أشارت لنقطة هامة في هذا الأمر، أن فكرة الحوامل والرضع، لأن أيضا ما حدث في مستشفى الشفاء في الأيام السابقة ومنذ أن بدأت النوايا الإسرائيلية لاقتحام المستشفى من موصل الرضع نتيجة عدم توفر الكهرباء والصلابة ويعني المواد الأساسية، هي تتحملها في المقام الأول إسرائيل. ولو لم يشير التقرير بشكل مباشر إلى هذا الأمر إلا أن الفكرة المعنوية أو الطريقة الغير مباشرة منه أن إسرائيل هي من تتحمل كل هذا، وهذه نبرة إعلامية جديدة في الداخل الأمريكي. الداخل الأمريكي لم يكن من قبل يوجه أي اتهامات مباشرة لإسرائيل، لكن حاليا يتم تحملها المسؤولية، وهذا تقدم جيد يفيد القضية نفسها. إلى جانب أيضا أنهم يعني بدأوا يعني ينتبهوا إلى فكرة أن الأعداد التي تنزل إلى الشوارع حاليا أعداد كبيرة بمئات الآلاف ومن كل الأطياف في الداخل الأمريكي، حتى أنها يعني احتوت في كثير من الأحيان على يهود غير متصهينين، وبالتالي هنا القضية تدول ويعني ويتعاطف معها أطياف عديدة، وأصبحت قضية العالم السياسي وشعوب العالم السياسي، وأصبحت جزء من ضميره. وبالتالي كان على هذه الجرائد أن تبين وجهة نظر مختلفة تحترم فيها القارة. طيب أستاذ محمد، خلينا نروح من واشنطن بوست لنيويورك تايمز، وأكثر من 500 مسؤول أمريكي يوقعون رسالة احتجاج على سياسة بايدن تجاه إسرائيل، ويعكس الموقعون اللي بيمثلوا حوالي 40 وكالة حكومية تزايد المعارضة الداخلية بشأن دعم الإدارة الأمريكية للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. خلينا برضو نعرف هذه التفاصيل من حضرتك، لأن برضو دي تفاصيل مهمة، احنا بنتكلم عن 500 مسؤول أمريكي. نعم، هو يعني هذا الأمر هو تطور طبيعي للمعارضة السياسية اللي ظهرت داخل وزارة الخارجية الأمريكية منذ أسابيع، واعترف به وزير الخارجية الأمريكي بلينكن بأن هناك تعاطف كبير داخل السياسة الأمريكية والخارجية الأمريكية. يعني هذا الأمر شجع الكثير من المسؤولين، ووصل عددهم حاليا ل 500 في وقت واحد، لفكرة الاعتراض على السياسة الأمريكية، لأنه كان في تخوف داخل المؤسسات الحكومية في بدء الأمر من أن يتم اتهامهم بفكرة معاداة الثانية، وهي الشماعة التي يعني تستخدمها إسرائيل ويستخدمها اللوبي اليهودي في الداخل الأمريكي ضد أي معارض لما يحدث حاليا. لكن هؤلاء بدأوا يعترضون على فكرة ليس حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها كما يقولون، ولكن رد الفعل المبالغ فيه الذي أصبح يحرج السياسة الأمريكية نفسها أمام العالم، وغير صورة أمريكا أمام العالم. لأن الولايات المتحدة الأمريكية كان أهم ملف بتستخدمه وتتدخل به في أكثر من دولة عالمية هو فكرة ملف حقوق الإنسان. كيف تدافع عن حقوق الإنسان وأنت تنتهكها حاليا بسبب ضوء أخضر أعطته لإسرائيل؟ ومن المعلوم للجميع أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الوحيدة القادرة حاليا على إجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار ولو بشكل مؤقت، لكن هذا لم يتم. لهذا وجدنا اعتراضات سياسية داخلية أمريكية كثيرة، وسيتم يعني أعتقد أن سيكون لها تطورات أكبر، وحتى في بعض الجرائد الأمريكية بدأ بعض الصحفيين من الأمريكان يعني يوقعون على عرائض أيضا يعني تعارض السياسة الأمريكية والسياسة والإعلام الأمريكي حتى وطريقة تعامله مع القضية الفلسطينية خصوصا في القطاع. طيب، وحضرتك بتتكلم عن الجزء الخاص بمعاداة السامية، مقال من وول ستريت جورنال بعنوان صدمة مواجهة معاداة السامية الأمريكية، بتقول الكاتبة فيه جويل أنجل إنه اليهود اكتشفوا عدم وجود دعم شعبي ليهم في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، هو يعني بالفعل انا كما قلت فكره معاداه الثانيه كانت شماعه يتم استخدامها من جانب اللوبي اليهودي المتصهين في الداخل الامريكي، لكنه فوجئ هذا اللوبي كان يسيطر على مفاصل الدوله هنا، وهو من يحدد كثيرا من الاحيان بسبب دعمه المالي
يعني فوز مرشحين في الكونغرس وحتى فوز يعني من يفوز بالرئاسة الأمريكية، لهذا نجد أن معظم المرشحين يتقربون منهم بالتصريحات المباشرة والغير مباشرة، وكان آخرهم ترامب. لكن الفكرة هنا أن بعض اليهود الغير متصهينين بدأوا يعني يظهروا في مظاهرات كثيرة ويشرحوا الوضع وحقيقة الوضع التاريخي أمام الشعب الأمريكي. لهذا فقدت إسرائيل التعاطف معها في الداخل، وفقد هذا اللوبي على الرغم من استحواذه إعلاميا التعاطف الداخلي، بسبب أن يعني الحقيقة التاريخية للقضية بدأت تظهر أمام الشعب الأمريكي، ولهذا وجدنا تحرك شعبي أثر كثيرا في صورة إسرائيل، لأن إسرائيل كانت تقدم نفسها على أنها الديمقراطية الكبرى في الشرق الأوسط، وأنها يعني من تهتم بحقوق الأقليات، لكن بالطبع الأحداث الأخيرة وفضائحها يعني أوضحت العكس تماما. لهذا انقلب الرأي العام الأمريكي على فكرة اليهودية المتصهينة الداخلية. طيب خليني أرجع مع حضرتك مرة تانية لنيويورك تايمز، وزي ما حضرتك قلت أنه الصورة الحقيقة أو الصور أو المقاطع اللي بنتابعها بالفعل قدرت أنها تغير من الفكرة لدى شعوب العالم، واضح أن الضغط الشعبي كان لي مفعول يعني كبير جدا وأثر كبير جدا على الحكومات. عايز أعرف من حضرتك في صورة يعني هي بألف كلمة من نيويورك تايمز تحت عنوان صورة واحدة تلتقط الرعب في مستشفى في غزة الذي ينفد منه كل شيء إلا المرضى. شايف حضرتك الصورة دي إزاي؟ وفكرة أن نيويورك تايمز تعرض صورة زي دي. يعني هي صورة معبرة عن جزء من الحقيقة. ربما هي الصورة جاءت يعني شمولية تشمل المعنى العام للمأساة داخل قطاع غزة، لكنها جزء بسيط من الحقيقة. وأعتقد أن نيويورك تايمز أجبرت على نشر مثل هذه الصور، لأن كما قلت يعني بالفعل قطاع كبير في الداخل الأمريكي بدأ ينتبه إلى مواقع تواصل اجتماعي أخرى، وبدأ يستمد منها الصور الحقيقية لما يحدث في قطاع غزة، وبالتالي صحيفة كنيويورك تايمز أو غيرها بدأوا يحصلوا المصداقية الكاملة، وهذا سيؤثر على مصداقيتهم في المستقبل، لأن هناك يعني أحداث كبيرة آتية في الولايات المتحدة الأمريكية أهمها الانتخابات الرئاسية، وليس من صالح يعني صحيفة كهذه أن تخسر شعبيتها وقاعدتها التاريخية في الداخل الأمريكي لحساب قضية تنتهك فيها إسرائيل القانون الدولي. وبالتالي كما قلت حتى هذا كان اعترافا إسرائيليا، كان هناك يعني مسؤول إسرائيلي سابقا اعترف أن إحصائياتهم تقول بأن وسائل التواصل الاجتماعي الرواية الفلسطينية تنتشر أكثر من الرواية الإسرائيلية ب 15 مرة، ويعني هذا يعني هذه إحصائية كبيرة تدل على أن ليس الداخل الأمريكي فقط ولكن العالم أجمع بدأ يصدق السردية الفلسطينية وليس الرواية الإسرائيلية الأولى الكاذبة التي بدأت يعني تظهر كلها، حتى في تصريحات بايدن نفسه الذي قال ردد أكاذيب نتنياهو في بداية الأجمع حول فكرة قطع رؤوس الأطفال وقتل النساء، ثم ظهر يعني ثم نفاها البيت الأبيض نفسه. إذا يعني كل هذه الأمور أوضحت كذب الإعلام الإسرائيلي وكذب بعض وسائل الإعلام الأمريكية التي اكتشف الشعب الأمريكي أنها تابعة للوبي الصهيوني، وبالتالي بدأت تدافع عن نفسها وتبرئ نفسها من كل هذه الأمور بنشر الصور الحقيقية في قطاع غزة ولو بشكل جزئي. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ محمد العالم الصحفي المتخصص في الشؤون الأمريكية، بنشكر حضرتك طبعا لكل هذه القراءات الوافية.